متابعينا متابعي مركز ابن النفيس، كل عام وانتم بخير ومناسبة حضور رمضان. كيف بدنا نمشي بنظام رمضان هذه السنة، وكيف في نفس الوقت بدنا نضعف، المفترض نضعف بهذا البرنامج من 7 ل 15 كيلو في رمضان عام 2018. راح نبتعد عن الأنظمة التقليدية وأنظمة الحرمان، لأنه احنا في رمضان في عنا عادات وتقاليد لازم انه احنا سواء بالأكل سواء عادات سلوكية لازم ناخد بالنا منها كويس. خلينا نعمل برنامج بسيط جدا. طبعا البرنامج اللي انا بدي احكي بالتفصيل راح تاخذوه في الاوراق اللي راح تاخذوها ان شاء الله تسلموها من قسم المبيعات، لكن اول شيء نبدا بالفطور. اول ما نسمع الاذان نقول الله اكبر، راح نبدا بتناول 3 تمرات. بعد ال3 تمرات او 3 رطبات راح نشرب كاس من الماء، او ممكن نشرب كاسة عصير طبيعي. هتلاقوا في الاوراق في عنا كثير كتب لكم عصائر طبيعيه، عصير فراولة مثلا، عصير كركديه، عصير تمر هندي، عصير خروب، عصير تفاح بالكيوي إلى آخره، عصير تفاح بالليمون، عصير أناناس بالليمون. كل هذه العصائر، عصير الخل الطبيعي راح تلاقوا طريقته موجودة بالأوراق، وهذه العصائر الطبيعية بنحليها بمحلي نفيس كالوري اللي ما فيش فيه سعرات حرية وفي نفس الوقت حلو جدا. هناخد كأس من هذه أي نوع من أنواع العصائر. بعد هيك المفترض والصح إنه احنا نقوم نصلي أساس ندي وقت للجسم إنه يأخذ الطاقة تبعته، ويصير عندنا ارتفاع بمستوى الجلوكوز بالجسم، راح تديني حالة من الإشباع. بعد هيك راح نقعد على طاولة الصفرة ونبدأ بتناول أول شيء صحن الشوربة. برضو صحن الشوربة هتكون عندنا مكتوب أنواع مختلفة من الشوربة، ممكن نأخذ شوربة لسان عصفور، شوربة خضار، شوربة برغل، بغض النظر عن مسمى الشوربة. لكن في نصائح مهمة جدا. أول شيء بدنا نكتر المية على الشوربة، ممكن نستخدم بهارات نفيس كالوري وفي نفس الوقت حارقة للدهون. هاي البهارات أيضا بدنا نقلل كمية الملح، بدنا نكتر نسبة الخضار عليها، وإذا استخدمنا أي نوع من أنواع اللحوم بدنا إياها تكون منزوعة الدهن، أو إذا بدنا نقلي البصل مثلا للشوربة بدنا نقلل كمية الزيت، أي نوع من الزيوت فيش مشكلة. وبناخد صحن الشوربة بغض النظر عن حجمه. بعد ما نشرب صحن الشوربة بعد هيك راح نروح على صحن السلطة. ممكن نعمل أشكال مختلفة من السلطة، ممكن نعمل سلطة خضار، ممكن نعمل سلطة أفوكادو، ممكن نعمل أيضا أنواع كثيرة من السلطات اللي راح أترك إياها بالبرنامج، نختار أي واحد، ممكن خيار باللبن إلى آخره حسب ما هو موجود في البرنامج. بعد هيك راح نروح للوجبة الأساسية. بغض النظر إيش الوجبة الأساسية اللي إحنا طبخينها، طبخين ملوخية، طبخين بامية، طبخين مكرونة بالبشاميل، عاملين فت، مش مشكلة. أنا ما يعنيني ناخد بالنا من 3 حاجات. أول شيء راح نبتعد عن السكر الأبيض ونستبدله بمحلي الستيفيا أو محلي نفيس كالوري. راح نبتعد عن الخبز الأبيض وناخد بداله صاج أو توب صاج، لأنه غني بالألياف وسعرات حرارية قليلة. الشيء الثالث بدنا نبتعد عن الدهون تماماً، يعني بدنا نشيل جلد الدجاج قبل الطبيخ، بدنا نشيل الدهن عن اللحمة قبل اللي هو الطبيخ، بدنا نقلل كمية الزيوت. يعني مثلاً وأنا بدي أعمل فت بجيب مثلاً صاج قمح، بأنزع الجلد عن الدجاج قبل الطبيخ، والرز بأنقعه وبعد هيك بأسلقه أو بأطبخه مرة تانية مع أجل المكسرات بقليل من الزيت، هيك كل البيت أكل فت صحي. فأي طبيخ بدي أطبخه بدي أنزع الجلد، وأنا بفضل دائماً نطبخ بصدر الحبش بدل اللحمة الحمراء، سعراتها أقل، نسبة البروتين عالية فيها، في نفس الوقت خالية من الدهون. أي نوع من الطبيخ فيش مشكلة، ممكن نحط صحن. الأفضل نستخدم البرغل بدل الرز، سعراته أقل وقيمة غذائية أعلى، لكن لو أنا مضطر أستخدم الرز بدي أنقعه نص ساعة وبعد هيك أرجع أطبخه تاني. بدي أعمل مثلا محاشي، الأفضل أنا أحشي المحشي بالبرغل وأكتر الخضار عليه. هيك بكون عندنا صحن الوجبة الأساسية. لكن برضو بدنا ناخد بالنا نقلل كمية الملح، منفعش استخدم اكل بطاطا ومكرونه ورز في نفس الوقت، لازم يكون عندي صنف واحد من الكربوهيدرات، اما بطاطا او خبز مثلا او رز او برغل. هذه ناخذ بالنا كويس منها. انا اعتقد يكون عندنا 3 تمرات، نعيد ثاني، عصير، صحن شوربه، صحن سلطه، وجبه اساسيه. اعتقد مش هنقدر حتى نكمل الوجبه الاساسيه لانه هنكون شبعنا. وناخذ بالنا دائما حديث النبي، ثلث لطعامه ثلث لنفسه ثلث لطعامه ثلث لشرابه، يعني لازم نخلي عشان نقدر نتحرك. بعد ما نكون خلصنا وجبة الإفطار المفترض انه احنا نرتاح، في عنا وجبة تانية بعد العشاء. هتلاقوا برضو أصناف مختلفة من الحلويات، على سبيل المثال القطايف، البسبوسة، ممكن نستخدم فواكه،
إلى آخره من الحلويات الموجودة في النظام، لكن بشكل بسيط جدا بنقلل من كمية الزبدة أو السمنة اللي بنحطها على أي نوع من الأكل اللي بدنا ناكله. القطايف إذا بدنا نعملها نحشيها مكسرات، أو ممكن نستخدم جبنة نفيس كالوري منزوعة الدسم، أو بدنا نشويها يعني بشوية زبدة على حبة القطايف نحطها بالفرن بدال ما نقليها، وبنحط القطايف في قطر نفيس كالوري اللي فيش فيه سعرات وخالي من السكر. ممكن ناخذ 200 ل 3 حبات قطايف، هتلاقوا فيه انواع مختلفه من البدائل موجوده بعد الاكل بساعتين. ممكن ندخل الفواكه، ممكن ندخل الالبان باي وقت اذا شعرنا بالجوع، تحديدا لبن نفيس كالوري منزوع الدسم. نيجي طبعا مشروبات ساخنه ممكن تشربوا باي وقت برضو بمحلي نفيس كالوري اذا بدنا اياه حلو. نيجي لوجبه السحور. في السحور بدنا ناخر السحور قد ما نقدر، زي ما عجلنا الافطار بدنا ناخر السحور بناء على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. السحور بدنا نركز على البروتين، لانه البروتين عشان ما يصيرش عندي هدم للعضلات اثناء النهار، ونفس الوقت بيدينا شعور بالاشباع. وهتلاقوا في عندكم خيارات كثير بالسحور، ممكن نستخدم الجبنه البيضاء منزوعه الدسم او جبنه نفيس كالوري، نستخدم لبن نفيس كالوري، ممكن نستخدم اي من منتجات نفيس كالوري لانه هي دسمها قليل، نسبه البروتين عاليه منها، عالي فيها بدون سكر اذا كان طعمه حلو الى اخره. ممكن ندخل الفول، ندخل الحمص، ممكن ندخل الاجبان زي ما قلنا، ونركز على الاجبان والالبان منزوعه الدسم. الشيء في السحور بدنا نشرب ميه، لكن شرب الميه من لحظه الافطار لعند السحور لازم نشرب من 8 الى 10 اكواب ماء، وما بدناش نكتر كثير شرب ميه بالسحور اعتقادا من الناس انه كل ما شربت ميه راح اقلل العطش. هذا الكلام مش صحيح. آخر شيء أنا بدي أوصيكم فيه، إذا إحنا التزمنا بهذا النظام مع رياضة المشي، وتحديداً أفضل وقت للمشي وقبل الإفطار بساعة أو بعد التراويح مباشرة، نمشي من نص ساعة لساعة كل يوم أو يوم بعد يوم، هيك إن شاء الله يكون عندنا رمضان كتير رائع، ويكون وزننا راح يضعف وراح نحقق الهدف اللي بدنا إياه. زائد طبعاً الالتزام بشرب الأعشاب اللي إحنا بنتبلكوا إياها 3 مرات يومياً بعد الإفطار وبعد العشاء وعلى السحور حتى لو ما تصحرناش. الخل راح يفيد كثير في زيادة معدل حرق الدهون بالطريقة اللي إحنا كتبلكوا إياها. إذا بدي أستخدم كريم موضعي لحرق الدهون برضو كثير كويس، بالذات للسمنة الموضعية، وفي كريم تاني لشد الجسم. أخيراً بالنسبة لمنتجات نفيس كالوري هي الأفضل لأنه سعراتها أقل، منزوعة الدسم، بدون سكر أبيض، وإن شاء الله بتمنى لكم صحتين وعافية، وبتمنى لكم إن شاء الله إنه يكون رمضان رمضان الصحة والجمال، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.